بفضل الله انا من يومين بالظبط وصلت لمكه المكرمه بعد مرور 32 يوم على الطريق. 32 يوم على الطريق، تعب وارهاق، شمس، نوم غير منتظم، اكل غير منتظم، ولكن كان عندنا هدف، كان عندي هدف ان انا اوصل. كان في عزيمه، في اراده، في تحدي. كل اللي حصل لنا على الطريق، التعب اللي الواحد شافه، كل ده نساه. الحمد لله اول ما وصلت هنا حرفيا، يعني اول ما وصلت اللي 32 يوم دول نسيتهم خلاص. هو في حاجه واحده بس اللي انا نفسي اعملها، ان انا اسجد امام الكعبه، والحمد لله عملت العمره بتاعتي، وكنت يشاء القدر ان انا ادخل اعمل عمره ما بين العشاء، من المغرب والعشاء، واصلي قدام الحجر الاسود في صلاه العشاء. عايز اقول لكم الاستمراريه على الطريق والناس اللي كانت بتدعمنا، انا بوجه لهم الفيديو واقول لهم شكرا من القلب، شكرا من القلب على الدعم الكبير اللي احنا شفناه منكم على طول الطريق. عايز اقول لكم الاحصائيه للمسافات اللي انا عملتها. انا ماشي 32 يوم على الطريق بعدد ساعات 254 ساعة، بعدد كيلوهات 2109 كيلو. دي احصائية كده بسرعة قلت اقولها لكم. وكمان ان انا اعلنت ان الدراجة بتاعتي اللي هي القديمة هتكون، طبعا دي الدراجة الجديدة، اعلنت انها هتكون لصالح اخواتنا في فلسطين، اعلنت انها هتبقى موجودة للبيع في مزاد علني. الحمد لله في اكتر من رجل اعمال، وفي ناس اصحاب الخير ان هم تواصلوا معانا علشان يشتروا الدراجه دي. وبعد اول ما الدراجه وصلت لحد يوقف 28000 جنيه، وفي ناس لسه مكلمانا على ان هي سعرها يزيد، هنعلن اول ما نتبرع ويبقى معانا الايصال، هننزل الايصال على الصفحه الرسميه عندنا. وطبعا بشكركم من القلب على الدعم اللي احنا وصلنا ليه.